في زيادة معاشات؟ أيوة في زيادة معاشات. في زيادة في الحد الأدنى للمعاش؟ أيوة في زيادة في الحد الأدنى للمعاش. في زيادة في الحد الأقصى للمعاش؟ برضو أيوة في زيادة في الحد الأقصى للمعاش، إلا أنه الموضوع برضو ليه تفاصيله، وتفاصيله لازم نفهمها. وكيفما تعلمنا في مهنتنا الرائعة والجميلة أنه علشان نقدر نفهم نروح فين؟ أيوة التخصص. خلونا نستقبل معانا على التليفون سيادة اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. أهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، مساء الخير. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ كل سنة وحضرتك طيب. والله سبقتني. طيب وحضرتك طيب. يا رب سنة جديدة سعيدة على مصر، ويحمينا من الأخطار اللي حوالينا. آمين آمين آمين. على ما يبدو أن هناك أخبار جيدة في ظل ما يحدث في العالم. أيوه فندم، هو الحقيقة زي ما كنت موجود مع حضرتك قبل كده. أيوة. وكنا بنتكلم ان احنا عندنا مشكلة تدني قيم المعاشات. صح. سبب التدني ده، السبب الاساسي لتدني قيم المعاشات، هي ضعف المرتبات اللي بيتم التأمين عليها. فممكن تلاقي واحد بيشتغل بمبلغ ويروح للتأمينات يقول لا انا بشتغل بمبلغ صغير. كان القانون يسمح ساعتها بلغاية 150 جنيه. يعني ممكن حضرتك بروجرامر بتاع كمبيوتر او دكتور او كذا، وبياخد مثلا 3-4000 جنيه ويروح للتأمينات يقول انا مأمن على نفسي، او صاحب العمل يأمن عليه ب 150 جنيه بس. فلعلاج هذه المشكلة تم وضع من ضمن محاور اصلاح نظام التأمينات ان احنا نحط حد ادنى للمرتب اللي يسمح بالتأمين عليه. فبدأنا المنظومة دي من 1/1/2020، وبنحرك في أول يناير من كل سنة الحدود دي علشان ما يبقاش حطينا رقم وننساه ونيجي بعد 10 سنين نقول إيه ده الرقم ده بسيط قوي. أيوه. عملنا له آلية لزيادته سنوية. حلو. فالحمد لله كنا بديين ب 1000 جنيه السنه اللي فاتت 23، السنه اللي احنا فيها دي يعني في اول يناير كنا واصلين ل 1700 جنيه حد ادنى، وحد اقصى حوالي 10900 جنيه. دي المبالغ اللي الموظف او العامل بيتامن عليه في حدود في الرينج ده من 1700 ل 10900. في يناير اللي جاي ده ان شاء الله نبدا نحرك الحدود دي زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنحركها في شهر يناير من كل عام. كويس. هنرفع ال 1700 دي هتبقى 2000. حلو. وهنرفع ال 10900 دي هتبقى 12600. حلو. فهيبقى الحد الادنى كده، هيبقى الحد الادنى للراتب او للاشتراك 2000. كده هيبقى الحد الادنى للاشتراك او للراتب يعني ال 2000. ال 2000. حلو. طيب ده يأثر مباشرة على الحد الأدنى للمعاش والحد الأقصى للمعاش. كويس قوي. إزاي كده؟ اللي هيطلع معاش خلال السنة اللي جاية إن شاء الله سنة 24، طول سنة 2024 من 1/1 ل 31/12 هيترفع الحد الأدنى للمعاش. إحنا الحد الأدنى للمعاش النهاردة 1105. اللي هيطلع معاش من يناير اللي جاي هيبقى 1300 جنيه الحد الأدنى. كويس. الحد الأقصى للمعاش كان 8720 في سنة 23. إن شاء الله اللي هيطلع معاش خلال سنة 24 هيوصل الحد الأقصى بتاعه ل 10080 جنيه. طب ده كلام عظيم جدا. ده معناها يعني لو أنا حسبتها بالمظبوط، ده معناها إن المعاش تقريبا بيبقى 65%. 65% بالظبط كده يا فندم، الحد الأدنى للمعاش. 65% من الحد الأدنى لأجل الاشتراك. هايل. علشان كده احنا بنحرك الحد الأدنى ده في 1 يناير من كل سنة. علشان أضمن للناس معاشات متحركة، حد أدنى للمعاش يبقى متحرك معايا في يناير من كل سنة. كويس قوي. طب لو أنا بقى جيت عايز أعرف ده هيبقى تكلفته قد ايه على الموازنه؟ خلاص بقى احنا مفيش موازنه، احنا فضينا التشابك
مع الخزانة العامة للدولة، وبناخد الأقساط بتاعتنا ومعانا فلوسنا وبنستثمرها وبنصرف المعاشات على أساس. فده هيبقى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي المسؤولة عن تطبيق هذا الحد الأدنى، مش الخزانة العامة. حلو قوي، يعني احنا كده خلاص مفيش حاجة مع الخزانة العامة، حاجتنا مع خلاص الهيئة. اللي موجود مع الخزانة القسط اللي أنا اللي الهيئة بتاخده أو هتاخده لمدة 50 سنة قدام. جميل. فات منهم 4 سنين وإحنا في السنة 5 دلوقتي. ده يبقى ساري من 1 يناير يا سيادة اللواء، صح؟ أيوه يا فندم. حضرتك قلت لي الحدود دايماً دي من 1 يناير. المعاشات بتتقبض مقدم على عكس الرواتب اللي بتتقبض مؤخر. بالظبط كده يا فندم، بالظبط. فالمعاش وتزاد سنويا، المفروض القانون قايل ان المعاشات تزاد سنويا في شهر يوليو من كل عام. عظيم جدا. انما كان في تدخلات خلال السنتين اللي فاتوا من فخامه الرئيس مع التضخم اللي حاصل ومع الظروف الاقتصاديه دي، وبكر صرف الزياده بدل ما هي في 7 خلاها في 4، وعلى مدار سنتين ادينا منحة استثنائية لأصحاب المعاشات بخلاف الزيادة بتاعة المعاش. أيوه. كان واحدة في شهر 11/22 والتانية كانت السنة دي من شهرين في شهر 10/23. صحيح. هل هناك المزيد من الإصلاحات والأنباء الجيدة للمعاشات؟ إن شاء الله يا فندم، احنا شغالين على منظومة الإصلاح من كل جوانبها. شغالين حاليا على تطوير مقرات الهيئة، شغالين على محور الاستثمار بشكل جيد جدا جدا. أموال التأمينات هي أموال خاصة طبعا بأصحابها، وبنبذل كل الجهد لاستثمارها، وبنطرق أبواب جديدة غير مسبوقة في للتأمينات، منها الاستثمار العقاري. ويمكن كان في صفقة كبيرة عملناها قطعة أرض حوالي 1700 فدان في منطقة راقية جدا، وشغالين فيها دلوقتي وبننفذ فيها مخطط الطرق وتقسيمها، وإن شاء الله نخش مع المطورين العقاريين ونعمل حاجة كويسة، لأن كل جنيه بنجيبه من الاستثمارات دي المستفيد الوحيد منه هم أصحاب المعاشات. طب هل ده معناه سيادة اللواء إنه ممكن نسبة المعاش تزيد، يعني بدل ما هي 65 ممكن مثلا تبقى 70 75 80؟ خلينا أقول يا أستاذ يوسف، إحنا ممكن إحنا بتشتغل على شقين. الشق اللي موجود في المعاش بالفعل وطلع معاش في الفترة القديمة دي ومعاشه قليل خالص ومش قادر يتحمل الضغوط. أيوه. فده بنتدخل معاه بان احنا بنزود له معاشه في شهر 7 من كل سنه. فخامه الرئيس مش سايبه. أيوه. وقرر المنحه الاستثنائيه 300 جنيه في 22 و300 جنيه بتاعه 23. وفي محور اخر اللي موجودين زي حضرتك كده، ربنا يديلك الصحه، ربنا يخليك، انت موجود وفي سن العمل وبتشتغل وبتاخد مرتب. انا عايز اضمن لك لما تيجي تخرج معاش ان يبقى معاشك ده في حدود 80% من اخر مرتب هتوصل له. يا ريت. الاصلاح ده بقى بيحصل ازاي؟ بيحصل بتحريك الحدين اللي احنا بنتكلم عليهم النهارده ده. ان النهارده انا ما كنتش بشوف في التأمينات كان اقصى مرتب بيتأمن بيه على مواطن 3000 جنيه. يبقى الراجل بيقبض 15000 جنيه، انا مش شايف الخمسه الا 3000 جنيه بس، ويجي يطلع معاش احسب له معاشه على ال 3000 جنيه دول، بالتالي يطلع المعاش بتاعه مقارنه بدخله الحقيقي كلام فارق طبعا، 10% و15% من دخله الحقيقي. صحيح. النهارده لما بفتح الحد الاقصى ده واستوعب مرتب لغايه 12600، والسنه اللي بعدها هيزيد واللي بعدها هيزيد وهكذا، انت بتغطي الرواتب الحقيقيه اللي تشترك بيها في هذه المنظومه، وكل ما طالت مده اشتراكك في النظام
كل ما قربت من نسبة 80% من آخر مرتب. دخلك فالإصلاح أنت بتشتغل على حتتين، إصلاح للي موجود بالفعل في المعاش ومعاشاته متدنية وعايز تلحقه، واللي موجود في الخدمة دلوقتي ولسه في سن العمل عايز تعمل له شوية إجراءات تقدر تحسن له معاشه لما يجي يخرج. ده كلام والاثنين اكتر احنا من رائع، شغالين فيهم الحمد لله. ده كلام اكتر من رائع، اكتر من رائع. انا بشكرك جدا جدا سيادة اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.